السلام عليكم. الحيوانات في كثير من الأحيان تظهر ردة فعل عدوانية قوية تجاه السيارات. إذا كان سائق السيارة محظوظا سيبقى سالما، أما السيارة قد لا تكون بنفس الحظ في كثير من الأحيان. الآن سوف نعرض لكم هجمات للحيوانات البرية على السيارات والتي تمكنت الكاميرات من تسجيلها. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. ولنبدأ بهجمات الأسود، وهذه الحيوانات المفترسة من أكثر المعجبين بالهجوم على السيارات بحثاً عن إظهار القوة أو شيئاً للمضغ. وهناك العديد من الفيديوهات على اليوتيوب لهذه الهجمات، لكن لا تقلقوا، في أغلب الأحيان النهاية لا تكون كارثية بالنسبة للسائق، لكن أحياناً يكون هنا أشياء غير متوقعة. وفي الحقيقة هذه الحوادث تحدث كثيراً، لأنه عندما يكون الحيوان بالقرب من السيارة لا يجد شيئاً يمكنه انتزاعه بأسنانه سوى مقبض باب السيارة، لذلك قد يتمكن من فتح الباب. إذا مررت بالقرب من منطقة هذه المفترسات تأكد من قفل الأبواب جيداً. لكن لسوء الحظ الأبواب المغلقة لا تضمن سلامتك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالفيلة. في كثير من الأحيان يظهر هؤلاء العمالقة قسوة شديدة تجاه السيارات، ربما يظنونها كائنات حية. فقط انظر لهذه الفيلة العملاقة كيف تتعامل بقسوة شديدة مع مختلف السيارات، كما أنه تظهر نفس ردة الفعل تجاه الدراجات النارية والمركبات الأخرى. وفي هذا الفيديو تشاهدون هذا الفيل الغاضب وهو يدمر كل شيء في طريقه، وبشكل فريد يظهر قوة أنيابه وخرطومه في رفع الدراجات النارية والمركبات بسهولة، وكأنه يحمل لعب أطفال بلاستيكية وحتى حافلة ضخمة لا يمكنها الوقوف في وجه هذا الحيوان المرعب. لذلك إذا واجهت مثل هذا الموقف فعليك الهرب فورا، عاد ذلك قد تسوء الأمور كثيرا. وهذا الفيديو لا يصدق حقا، الأسود تهاجم فرس النهر وفرس يهاجم السيارة. هذا شيء لا يمكن مشاهدته كل يوم. وحيوانات مثل الغزلان غالبا ما تحاول ضد اختبار قرونها على سيارتك. حتى الأغنام قد تكون عدوانية ضد السيارات. هنا نرى قائد سيارة قرر التدخل لفض اشتباك بين خروفين بسيارته، فدفع ثمن تطفله غاليا. أفراس النهر وحيوانات وحيد القرن ليست أقل خطرا على السيارات من الفيلة، ورد فعل هذه الحيوانات دائما ما تكون غير متوقعة، وضربة قوية منها للسيارة تسبب أضرارا بالغة. لذلك ابتعد عنها قدر الإمكان وقود السيارة بسرعة كبيرة، لأن هذه الحيوانات عادة ما تطارد السيارات بسرعة كبيرة. وبسبب قرون وحيد القرن قتل العديد من البشر، لأن ضربة واحدة من قرنه كافية لتحطيم عظام الشخص سيء الحظ الذي يقع في طريقها، وبعد ذلك سيقوم وحيد القرن بدهس جثة الضحية بقدميه. في هذا الفيديو يبدو كل شيء هادئ، ولا ينبئ أي شيء بوجود تهديد من حيوانات برية للسيارة، لكن فجأة ظهر قطيع جاموس بري من العدم. إذا كنت تعتقد أن الحيوانات الصغيرة مثل القرود لا تشكل خطرا فأنت واهما، وهذا قد يكلفك الكثير. في بعض الأحيان قد لا يمكن التخلص حتى من هذه اللصوص الوقحة. وفي هذا الفيديو نرى هذا الحصان الذي قفز على السيارة كما لو كان في سباق قفز الحواجز، ولحسن الحظ لم يصب أحدا بأذى. التماسيح أيضا قادرة على إلحاق الضرر بالسيارات إذا مرت بجانبها. هذا الفيديو لهجوم التماسيح على السيارة حصد 5 مليون مشاهدة.